السلام عليكم. بعد 5 سنوات أو 4 سنوات تقريبا نجحنا بزراعة أجمل زهرة في جزيرة العرب، شقائق النعمان، صارت بحجم ضخم والحمد لله. كان نجاحه قوي جدا، قوي بحمد الله، والزهرة فوق الزهرة، شيء جميل ورائع انك تشوف زهور بالشكل هذا عندك من بيئك، ما شاء الله. انا بيوريكم عاد نكمل المقطع ان شاء الله مع القحوان، حجم ضخم وجمال. تساوى سيلها والابطح، الزحويان وجماله، القرقاص والقريص مع الديدحن، قمة في الجمال، اختلطت جميع أنواع الزهور، ما شاء الله تبارك الله، إبداع الحمد لله ما بعده إبداع. يا سلام، جميل جدا. لنا 5 سنوات على هالحال أو 4 سنوات ما شاء الله، وكل سنة بزيادة، السنة هذه كانت أضعفهن سبحان الخالق، ولكن جمال وحجم شجرة الزحويان عندنا أخذت حجم ضخم جدا.